السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن الانجازات التقنيه اللي حققتها لعبه راتشت وان كلانك شق طريقك على جهاز بلاي ستيشن 5، وكيف وظفت قدراتها بشكل جميل عشان تعطينا تجربه جيل جديد ممتازه. اول نقطه بنتكلم عنها هي خواص يد الدول سنس، واللي بترفع من مستوى الاندماج والاستمتاع في اللعبه. فمثلا لو مشيت على ارض فيها نبات راح تحس فيها وانت تمشي عليها، ولو مشيت على ارضيه بلاط راح تحس فيها ايضا، وحتى لو مشيت على الماء راح تحس بشعور مختلف. هذا بفضل خاصية الاهتزاز المتقدمة الموجودة في اليد واللي اسمها هابتك فيدباك. طبعا اليد بتعطيك شعور مختلف عن طريق مزج الاهتزاز مع أصوات خفيفة تطلع من سماعة اليد نفسها، وهالشي بتشوفه مع تفاصيل معينة في اللعبة، مثل لما تجي تجمع العملة من الأعداء اللي هزمتهم. وتقنية هابتك فيدباك لها تطبيقات ثانية مفيدة في اللعبة، فمثلا سلاح اسمه توباري سبرينكلر، وهو عبارة عن سلاح ترمي على الأرض ويطلق سائل على الأعداء يغطيهم بالنباتات، لكن بياخذ وقت عشان العدو يتعبى كل النباتات، واذا تعبى راح تنبهك اليد عن طريق اهتزاز الهابتك فيدباك ان العدو صار جاهز للضرب. وايضا هذه التقنية بتخليك تحس بالاختلاف الكبير بين الاسلحة، فمثلا سلاح البندقية راح يخليك تحس بقوته لما تستخدمه، وسلاح الليزر بيخليك تحس بتجميع الطلقة، وبعدين بتحس لما تنطلق الطلقة من السلاح كليزر قوي. الان الوقت صار ممتاز عشان نتكلم عن ميزة ثانية مهمة في اليد، وهي ازرار الكتف، خصوصا R2 L2، وراح يكون لها دور كبير وقت استخدام الأسلحة، بحيث بتعطيك شعور مختلف وقت استخدام كل سلاح. مثلا سلاح الانفورسر عبارة عن بندقية قوية جدا، وميزتها ان لها وضعين اطلاق، ويعتمد كل وضع على مدى ضغطك لزر الكتف، وهذه من مزايا يد دول سنس، بحيث ان ازرار الكتف لهم مقاومة وتقدر تميز قوة ضغط كل زر. فمثلا لو ضغط زر الكتف الخاص بالاطلاق الى حد معين راح يطلق الطلقة الاولى للسلاح الخاصة بالوضعية الاساسية، اما اذا تعديت المقاومة وضغطت اكثر راح يطلق الطلقة الاولى وايضا طلقة الوضعية الثانية مع بعض، وبالتالي يصير تأثيرها اقوى بكثير. طبعا بعض الاسلحة الاخرى لها تطبيقات مميزة ايضا، فمثلا في سلاح ليزر لما تضغط الزر الين توصل حد المقاومة راح يبدأ يجمع الطلقة، ولو زدت المقاومة بيطلق الليزر اللي انت جمعته، لكن لو حبيت كل اللي عليك تفك اصبعك عن الزر طالما ما تجاوزت حد المقاومة، وهو بيلغي التجميع اللي انت سويته للليزر، وهذا بيعطيك بعد استراتيجي اثناء اللعب. الان خلونا نتكلم عن اكثر شيء انبهرنا منه في لعبة راتشت وان كلانك شط طريقك، وهو سرعة وحدة التخزين SSD الخاصة بجهاز بلايستيشن 5. استفدنا منها طبعا في عدة امور بديهية، اولها تشغيل اللعبة وتحميل ملف الحفظ، بحيث كل وحدة فيهم ما تجاوزت 3 ثواني فقط، وهذا يعتبر رقم ممتاز. لكن اكثر شيء انبهرنا منه هو الانتقال عبر فجوات الابعاد، واللي بتنقلك مباشرة بين مكان الى مكان مختلف تماما وبيئة جديدة. والكلام هنا مو انه يحمل جزء بسيط من مرحلة ثانية، لا، انما يحمل لك المرحلة المختلفة كلها. والرهيب في الموضوع انه حتى لو كنت تقاتل زعيم ممكن تدخلون الفجوة مع بعض وينتقل قتالكم الى مرحلة جديدة بالكامل في اجزاء من الثانية. ايضا في فجوات تسمح لك تنتقل بين مكانين مختلفين بنفس المرحلة اللي انت فيها، وهذا بيفيدك كثير في التخطيط للقضاء على الاعداء خصوصا لو كانوا كثار. وكل اللي عليك تسويه انك تنظر الى الفجوة في المكان وبيتغير لونها ذهبي، وبعدها استخدم اداة الرفت وهي بتنقلك في ثانية الى المكان الجديد. والجدير بالذكر ان اللعبة كاملة ما فيها ولا شاشة تحميل، من بداية اللعب الى نهايتها راح تلعب من غير انقطاع ابدا. اللعبة تقدم اكثر من خيار للاداء مثل اغلب العاب الجيل الجديد. في البداية لازم نوضح لكم ان جميع الخيارات الثلاثة تستخدم دقة عرض متغيرة، وبعدها تتم معالجتها عن طريق عملية التمبرال انجكشن الخاصة بالمطور انسومنياك، وفكرتها انها تحول الدقة المتغيرة الى دقة 4K قبل ما تعرض على الشاشة بشكل نهائي. الان نستعرض خيارات الاداء الثلاثة. الطول العادي اسمه فيدلتي، وبيعرض اللعبة على دقة 4K ديناميكية ومتغيرة مع 30 اطار في الثانية، وجود تقنية تتبع الاشعة ري تريسنج، وايضا خصائص لتحسين الاضاءة والتأثيرات. من تجربتنا لهذا الخيار الرسوم والالوان مظهر اللعبة بشكل عام كان مبهر جدا، لكن بمجرد ما ندخل باجواء الاكشن كنا فعلا نحس بمرارة كون الخيار هذا يشتغل بسرعة 30 اطار فقط. الخيار الثاني اسمه بيرفورمانس، وبيكون بدقة عرض متغيرة مع 60 اطار في الثانية، والاهم انهم من غير تتبع الاشعة وري تريسنج، وايضا يفتقد بعض خصائص تحسين الصورة. تجربتنا لهذا الخيار كانت ممتازة، الأداء كان يعطينا 60 إطار ثابتة، لكن لاحظنا عوامل الانبهار قلت نوعا ما في البيئة، خصوصا مع غياب خيار تتبع الأشعة وتحسينات الإضاءة. أخيرا طور Performance RT، وهنا تكون دقة عرض متغيرة لكنها أقل في الأداء من Performance Mode، لكن بتكون 60 إطار، وأهم شيء يميزه عن Performance هو
هو وجود خاصية تتبع الأشعة أو ray tracing، وأيضا وجود خصائص تحسين الإضاءة. بصراحة هذا كان خيارنا المفضل للعب لأنه جمع خصائص الإضاءة الرائعة وأيضا سلاسة اللعب 60 إطار، وبالتالي لما جربنا عرفنا أنه خيارنا الواضح. إذن هذه كانت مراجعتنا التقنية للعبة الجيل الجديد راتشت وكلانك شق طريقك لجهاز بلايستيشن 5. نتمنى تكون عجبتكم، ولا تنسونا بدعمكم المعتاد يا أروع متابعين.